معانا السيد محمد من الشرقية. سيد محمد، السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. كل سنة وانت طيب. دلوقتي انا شايل مبلغ من المال في البيت. شايل مبلغ من المال في البيت. سامعني؟ سامع حضرتك. ايوه. وبقاله 10 سنين كل سنة بطلع عليه 2.5%. طيب. ده مظبوط يعني؟ يعني بقاله 10 سنين شايله في البيت، لا بتاجر بيه ولا بشتغل بيه ولا له علاقة خالص ان انا شايله لأي ظروف. ما هو كل الحكاية بس ان الفلوس دي انت كده، انت اللي عامل كده، ده قرار اقتصادي مش صحيح. انت لازم تدور المال ده، لكن معنى ان المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني مرت عليه سنة تطلع، مرت عليه سنة ماذا؟ سنة قمرية. ايه اللي حاصل؟ بدل مر عليه ده خلاص اللي احنا بنسميها السنة الهجرية، بدل مر عليه سنة وبلغ الحول وبلغ النصاب وحال عليه الحول، خلاص وجبت عليه الزكاة 2.5%. سواء بقى كنت حطه في البيت أو حطه في البنك أو حطه في أي حتة، سواء كان مستثمر مش مستثمر. وعشان كده احنا بنقول إن الزكاة بتخلي الناس تحثها على الاستثمار. هي الناس مش عايزينهم ياخد القرار الاقتصادي اللي انت واخده ده يا حاج محمد. يبقى معنى إن انت حطه في البيت مش معناه إن هو مش هيخرج عليه زكاة، لا هيخرج عليه زكاة، ولذلك بننصحك إن انت تستثمره. فعليه زكاة، خرج عليه زكاة 2.5% إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. معانا السيدة أم محمود من الجيزة، اتفضل. السلام عليكم يا فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا كان معايا مبلغ من المال وكان 15,000 جنيه، واديتهم لواحد يشغلهم لي وبدأوا يزيد فيه لحد السنة اللي احنا فيها دي بقوا 60. أنا هطلع عليهم زكاة كيف؟ لا لا معلش حضرتك، معلش عيد السؤال تاني لان الصوت كان بيقطع. عيد السؤال تاني يا حاج محمد. كان معايا مبلغ من المال 15,000 جنيه من اربع سنين. اديتهم لواحد يشغله. خلاص اديتيهم لواحد يشغله. دلوقتي بقوا 60. بقوا 60. اطلع عليهم زكاة قد كيف؟ هما ال 60 دول واضح انهم ما بلغوش النصاب، احنا عندنا 85 جرام ذهب. فكده 85 جرام ده دوله مش هيطلع عليهم زكاه، لان بالحسبه كده لا، احنا لسه ما وصلوش لما يساوي 85 جرام ده. انا احسب 85 جرام ذهب ونشوف دول هيوصلوا لكام، وساعتها بنضربها في ثمن الجرام الذهب النهارده، ونشوف لو كانوا وصلوا له هنطلع عليهم زكاه. ما وصلوش لثمن 85 جرام ذهب مش هنطلع عليهم زكاه. ما اللي عنده 30,000 جنيه واللي عنده 40,000 جنيه مش هيطلع عليهم زكاة لأنهم لم يبلغوا النصاب. لازم المال يبلغ النصاب، وبعد ما يبلغ النصاب يحول عليه الحول. أم رهف من الشرقية، تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ام رهف بعد اذن حضرتك هتوطي. ام رهف بعد اذن حضرتك هتوطي التلفزيون. في 2015 هتوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي عليا. في 2015 كنت باخد الحقن السفلد بتاعت الفيروس سي. طيب. فطبعا انا في شهر فطرته. طيب. جيت بعد كده حصل حمل ورضاعة وكده، برضو فطرت رمضان اللي بعديه. طيب. فكنت عايزه اعرف، يعني انا ما صمتهمش لحد دلوقتي، فكنت عايزه اعرف اعمل ايه. ولا حاجه، بس مراف انت اصلا ارجو ان انت ما تكونيش كنت بتفطري، لانك انت بتاخدي الحقنه فكنت بتعتبر ان الحقنه بتفطرك. لا لا الحقنه لا، مش على كده، لا كان في لكن انت جامد. لكن انت كنت بتفطري، كنت باخدها في نفس المكان، يعني كنت بروح محافظه ثانيه عشان اخدها. ربنا يفتح عليك ان شاء الله. فانت دلوقتي عليكي شهرين هتقضيهم بعد رمضان، وما عليكيش حاجه، ما عليكيش فديه، هتقضيهم بعد رمضان، تاخديهم اثنين وخميس كده، وان شاء الله ربنا يكمل لك فتصوميهم قبل رمضان اللي جاي. فانت ما عليكيش شيء، واقضي ما فاتك من الايام الذي افطرتيها من اجل المرض ومن اجل كمان الحمل. فخلاص افطري وما عليكيش شيء. اذا انت ما عليكيش شيء وعليك ان انت تقضي ده. واحنا بننبه على الناس اللي فاتته ايام ما يعتبرش ان الايام لما فاتت خلاص يدفع عنها فديه وخلاص. ما دمت من الذين يستطيعون الصيام والدكتور ما قالكش انت مش هتقدر تصوم تاني طول حياتك، يبقى انت من اهل الصيام وتقضي ما فاتك
وان شاء الله ربنا يتقبل منكم جميعا. رجعنا لحضراتكم ومعانا الاستاذه اميره. استاذه اميره اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام. الله يخليك. عايزه استفسر على سؤالي حضرتك الشيخ. اتفضلي اتفضلي. تفضلك الله. انا حصل لي ايذاء من ناس معانا يعني ساكنين معايا في البيت. قاعده مع حماتي وتحت رجليها وبخدمها ومفيش اي حاجه، بس حصل توقيع وحصل سلام. فرجعت بهدلتني وطردتني. يعني توقيع من سلايفك يعني ولا ايه؟ طيب وبعدين فطردتك من البيت؟ يعني خلاص مش عايزاكي معايا واطلعي وخدي العيال واطلعي. طيب انت عايزاني اقول لك تعملي ايه؟ انا اعمل ايه؟ انا يعني مش اول مره تحصل، كل مره برجع لها وببص على ايديها ومش عارفه والله اعمل ايه. احنا داخلين على رمضان. هسالك سؤال يا استاذه اميره. اتفضل. هل انت لما رجعتي وصالحتيها وبوستي ايديها، انا اسف يعني، نقصك حاجه؟ بل زدتي. زدتي ايه؟ زلتي عند الله وزدتي عند الناس. هو مين بقى المشكله؟ المشكله النفس الاماره بالسوء اللي جواكي. هي دلوقتي حسن معاملتك ليها هي اللي هتغيرها. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. انا بقول لك كده ليه؟ احنا ممكن نعيش مع اللي حوالينا نصارعهم. احنا في الحقيقه مفيش حد بيتضر غيرنا. انا مش بقول لك كده عشان هي ست كبيره وانت المفروض تيجي على نفسك وانت شابه وانت المفروض تيجي، ما بقولكيش كده، انا بقولك عشان قلبك. بقولك عشان انت نفسك حاسه ان انت بترتاحي لما تسامحي، بترتاحي لما تتعاملي ده. الناس اللي وقعوا دوت انت لما بتسيئي ليها وتسمعي كلامها وكانك انت بتصدقي على الكلام ده. شفت حضره النبي عمل ايه؟ ما التفتش الى الكلام واستمر في دعوته، واستمر صلى الله عليه وسلم في انه هو يكلم الناس بالحسنى. اعملي كده هتلاقي قلبك قلبك نور، وهتلاقي نفسك مرتاحه، وهتلاقي نفسك وكانك واقفه زي الجبل راسخه. مش احنا بنسال ربنا الثبات؟ اهو ده الثبات، الثبات على ان احنا نكون من اهل مكارم الاخلاق حتى ولو الناس كانوا من اهل مساوئ الاخلاق. وما تقوليش لنفسك طب انا ليه استحمل ده كله او ليه بعمل كله؟ لان انت بتعملي الكلام ده والله ينظر الى قلبك والملائكه تكتب ما تفعلي. فلذلك انت في زفه من البركه ومن النور. استمري ودوت هيجلب عليك الصبر اللي الله سبحانه وتعالى بيقول فيه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. استاذ جمال معانا. من استاذ جمال اتفضل. استاذ جمال يحاول يتصل بينا تانية. معانا الاستاذه مروه. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله. سؤال بس يا دكتور، احنا بالنسبه لشغلنا يعني في اللي هي الفيزا اللي هي من فيزة المشاريات دي. ففيزة المشاريات بتدي مثلا حاجات، لو مثلا عاوز مثلا عايز يعني تشتري حاجه وعندك فتره سماح من 45 لغايه 50 يوم. ايوه 55 فعلا. ايوه ولو حضرتك مثلا تدفعها تاني يعني تديها نفس الفلوس، نفس قيمه الفلوس. تمام. طيب دي طبعا دي حلال دي، بس في حاجه تاني اللي هي المرتب. بس حضرتك مش ملاحظه ان حضرتك بتساليني وبتجاوبي يعني؟ ماشي انا ما عنديش مشكله. انا كنت عايزه اسال اللي هي مشكلة. المرتب المقدم دي يعني مثلا المرتب. طيب. دي مثلا بينزل يوم 25. قولي لي فين، قولي لي بقى فين السؤال وانا اجاوبك. قولي لي فين السؤال. السؤال حضرتك ان هو مثلا انا ينفع مثلا اسحب 1000 جنيه وهو هيعمل لي فايده 1.25%، يعني مثلا 1000 جنيه عليها 22 جنيه، ده هيبقى كويس؟ هتسحبيها لشراء حاجه ولا هتسحبيها؟ ده هيبقى حلال ولا هيبقى حرام يا شيخ؟ معلش. حاضر، يعني انت هتسحبي فلوس مش هت... مش مش هي خاصيه حضرتك اسمها المرتب المقدم يعني قبل ميعاده يعني. طيب الفلوس اللي هو بيدفعها دي اسمها ايه؟ هل اسمها مصاريف اداريه ولا دوت؟ هو قال لي ديت ما اعرفش والله، بس هو قال لي انت حالتي تسحبي مثلا 1000 جنيه فاحنا المرتب بتاعك بينزل فاحنا بناخدها مثلا 1000 على 22 جنيه. دوت اسمه ايه؟ مصاريف اداريه ولا ده فايده؟ لا فايده، هو بيقول فايده حضرتك يعني. ما هو اصلا اللي بيكلم حضرتك، احنا عندنا مشكله في حياتنا، اللي بيكلم حضرتك هو مش عارف. انت طب شفتي العقد فيه مكتوب فيه ايه؟ شفت العقد اللي بينك مكتوب ايه؟ نفس الكلام اللي بقوله لحضرتك كده.
طيب بص يا ستي، انا عايز اقول لك حاجه، اذا كان الانسان هيقترض مال والمال ده هيبقى عليه مال زائد، هيبقى دوت من نوع كل قرض جرى ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا. لكن خليني اقول لك، انت قلتي حاجه مهمه ما ينفعش ان احنا نفوتها، ان انت بتسحبي من فلوسك اللي انت دي فلوسك انت، يعني انت بتسحبي من ايه؟ بتعجلي ايه؟ بتعجلي مرتبك، فانت مش بتقترضي منه، ده انت بتسحبي مرتبك وهو عنده مرتبك، ده مضمون من 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 المكان اللي انت بتقبضي منه، صح ولا غلط؟ فاذا كان مرتبك ده مضمون من المكان اللي بتقبضي منه، فهو دوت مش فايده، ده قد يكون دوت المصاريف اللي هي بتكون على اخذ هذا المال. فاذا كانت دي المصاريف اللي هي المصاريف الاداريه، فدوت مش هيبقى نوع من انواع القرض اللي جرى نفع، لا دي مصاريف عشان يقدم لك الخدمه دي. اما اذا كان ده مال انت بتقترضيه، والاقتراض ده ايه اللي حاصل؟ هو بيسدد، انت بتقترض القرض ده، هو قال كده انت بتاخد المال دوت على سبيل القرض، وبعدين لما بتقبضي بتسددي القرض ده مع فايده دي، اه لا ده يبقى ممنوع. ليه؟ طيب لان دوت قرض وجرى نفع لهذا الشخص، فما ينفعش لا الاخذ ولا الاعطاء، لا هو يعطي ولا هو ياخذ، اذا كانت المساله بهذا السياق. انا محتاج ان انا اعرف تفاصيل هذا الامر، لكن انا قلت لك قاعده عامه، اذا كان هذا المال يؤخذ على سبيل الدين وعلى سبيل القرض، ثم بعد ذلك لما يجي لك فلوس المرتب تبقي تسدديها، فنفترض مثلا ان انت المرتب مش هتحصلي عليه، اذا كان المرتب مش هتحصلي عليه فهو يفضل دينه معلق، لا ده يبقى كده انت سحبه من مرتبك، والمصاريف دي مصاريف اداريه، لا ده انت لازم تسددي الفلوس دوت عند وصول المرتب ده، لان انت مدينه بالفلوس دي، اه لا ده يبقى قرض، ويبقى الفلوس اللي جايه عليه دوت هيبقى كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ارجو ان انا اكون وضحت لحضرتك. استاذ جمال رجع لنا تاني، اتفضل الاستاذ جمال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك لك، الله يخليك. اتفضل حضرتك. انا كنت حلفت يمين حضرتك، قلت عليا طلاق من كذا البنت ان عملت كذا. طب معلش يا استاذ جمال عشان الوقت بتاعنا، بس لو سمعت حضرتك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون لو تكرم. ماشي حضرتك. اتفضل يا استاذ جمال. حضرتك وبعد كده هي خرجت، يعني خرجت بعد منها، لمين بقى يجي يعمل ايه كده؟ لو سمحت، انت دي اول مره تتلفظ بلفظ الطلاق؟ اول مره. ما شاء الله، انا كل الناس اللي بيتصلوا بيا بيكونوا اول مره. الله اكبر، بس اوعى يكون في الفاظ ثانيه، اوعى. لا اول مره والله. طب دي اول مره قلت لها ايه بقى؟ قلت عليها طلاق، انا عملت جائزه وقبلت حضرتك تبقي طالقه، تقوم امك. وكان قصدك ايه من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قصدي انها ما تخرجش يعني. ما كانش قصدك الطلاق اصلا؟ لا خالص. طب هو يرضى ربنا الكلام ده؟ يعني انت عشان تمنعها من الخروج تهدي البيت؟ يعني زي واحد لقى صرصار في البيت فحرق البيت كله، ينفع؟ كان عشان عمل حضرتك. ولا عمل ايه؟ الشغل يعني. ولا حاجة تستحق اللي انت بتعمله ده يا حاج جمال. يبقى اذا خلينا نقول كده اهو، انت قلت علي الطلاق اذا خرجتي من البيت تبقي طالق، ده اللي انت قلته، فجمعت بين الحلف وبين مسألة الايه التعليق ده. فانا بقول لك اذا ما كنتش قاصد ده فعليك ان انت وهي خرجت، لان انا سمعته ساعة التشويش ان انت قلت ان هي خرجت، لو كانت خرجت يبقى عليك ان انت تطعم 10 مساكين، عليك ان انت تطعم 10 مساكين. احنا في الغالب مسائل الطلاق بنحب ان احنا نسمعها بطريقه مباشره، وان احنا مع بعض بطريقه مباشره، وانا بساله بقى لازم يبقى ما عندوش حاجات عملها، هو قال ان هو اول مره يتلفظ بلفظ الطلاق وما فيش حاجه موثقه ولا في شيء من هذا القبيل. ويا ساده عايزين نمسك لساننا، لان مهما حصل ما فيش حاجه تستحق ان احنا نهد بيوتنا ونحرق قلب اولادنا. بتحرقوا قلب اولادكم لما تستخدموا الطلاق، التهديد ده بيخلي الاولاد حاسين ان هم اترموا في محيط ما بيعرفوش هم هيعملوا ايه، وساعات بيقرروا قرارات بتظهر اثرها السيئه بعد كده في وجع والم وانحراف. فاتقوا الله في اولادكم وبلاش حكايه الطلاق دي.